بداية رح نبدأ اليوم مع جلسة حوارية و one to one special interview مع مؤسسة عريقة وأيضا واحدة من أبرز المنصات التي تدعم الجاهزية الوظيفية والتي تدعم فرص استعداد الشباب وتشبيكهم بفرص وأيضا معرفة وخبرات. رح نبلش لقاءنا اليوم مع LinkedIn. LinkedIn مينا، ورح يكون معنا الأستاذ رجائي الخادم Head of LinkedIn مينا، وأيضا هو رئيس القطاع العام في LinkedIn الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صباح الخير أستاذ رجائي. مرحبا، صباح الخير، كيفك تامر؟ ماشي حال؟ الحمد لله. بالبداية أنا بدي أشكرك على انضمامك لإلنا، بدي أشكرك على وقتك، بدي أشكرك على إيمانك برسالة برنامج إنجاز وهدف هذا الملتقى لدعم الشباب ودعم أيضا مسيرتهم. رح نتحدث أنا وياك أستاذ رجائي في الفقرة الأولى عن أهم الفرص المتوفرة عبر منصة LinkedIn، عن أهم أيضا التجارب والخبرات اللي متوفرة على LinkedIn، بس اسمح لي بالبداية أستشهد ببعض الحقائق من خلال خبرتكم في منصة LinkedIn. ممكن مش الجميع بيعرف انه في اكثر من 720 مليون مشترك متوفر ومتاح عبر منصة LinkedIn، متوفرة في اكثر من 24 لغة، وايضا تقريبا بحدود 60% تتراوح اعمارهم ما بين ال 25 وال 34 سنة، وهم من عمر الشباب اللي ايضا موجودين اليوم عم بيحضرونا عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لانجاز العرب. وايضا الجدير بالذكر والشيء كثير مهم انه بكل أو يتم توظيف 3 أشخاص من خلال LinkedIn في كل دقيقة في العالم العربي. فالبداية بدي أترك لحضرتك المجال، ممكن نتعرف على خبرتك أستاذ رجائي، ونتعرف أيضا على LinkedIn بشكل أوسع من خلالك قبل ما نبدأ بحوارنا وأسئلتنا لليوم. تسلم وسلم للجميع الحضور، وإن شاء الله بيكونوا يستفيدوا من هالسيشنز والكونتنت اللي موجود in this exciting forum. أنا رجائي الخادم بلينكدين، والطريف الذكر أنه أنا لما كنت قبل أنا بشركة مايكروسوفت قبل ما تجون لينكدين، so كمان مايكروسوفت is your partner today. والحلو أنه when I decided أنه بدي أعمل موف الكارير تبعي كانت هذه سنة 2012، وسألت زملائي كانوا عايشين بالإمارات، قلت لهم شو أفضل طريقة واحد هيك الفرص الوظيفية بالإمارات، قلت لهم ببعث لكم السي في تبعي. قالوا لا، ما في شيء اسمه سي في بقى، عمول لينكدين. قلت لهم عندي بروفايل قديم بس خليني زبطه. والحلو أنه زبطت البروفايل تبعي على لينكدين ولقيت الوظيفة بلينكدين، وبالتالي اليوم يعني أي شيء بدي أذكر اليوم هو كمان ندعي عن تجربة شخصية. لما أنا شخصياً توظفت لقيت وظيفتي عن طريق لينكدين. The reason is إنه لينكدين هي شبكة مهنية وأكبر شبكة مهنية بالعالم. مثل ما تفضلت وقلت 700 مليون منتسب من المهنيين، وبالتالي عدد المهنيين بالعالم هو تقريباً 800 مليون 900 مليون، وبالتالي نحن منغطي تقريباً الشريحة الكاملة، بالإضافة إلى عم نتوسع بيوند المهنيين حتى بالبلو كولر وال يعني الشرائح الاخرى من المجتمع اللي هو تبع الاقتصاد العالمي. والعالم تيجي على لينكدين، نحن بنقول فور ميلي ديفرنت ريزنز. اول شيء تو نتورك، find your dream job or dream career، وإذا كان واحد عم يتوظف أو كان entrepreneur أو بيفتح البزنس تبعه الخاص، وكمان لحتى واحد to be able to learn and develop، لأن الكونتنت الموجود على لينكدين بيختلف عن موضوع السوشيال ميديا اللي sometimes بتكون more on the social fun side. أكيد في لأي business applications، ولكن basically when you spend time on social media but you invest your time on LinkedIn. ومن هون الحلو انه بيقدر واحد يتواصل بطريقة مهنية. كل شخص منا عنده two identities، رجائي أو تامر السوشيال aspect يكون على الفيسبوك you show your family vacations and so forth، بات على لينكدين منفرج ان حضرتك مدير بإنجاز او طالب بجامعة او مدير بشركة لينكدين او مايكروسوفت. بالمنطقة نحن فتحنا تقريبا 2012، مركزنا بدبي الامارات ومنغطي الريجن كلياتها، والممبرز ار جوينج بشكل كتير هيلثي، مور ذان 30 مليون منتسب في المنطقة. ومنلاقي انه اليوم الدفاع الشباب بالريجن تبعتنا بنحسه ملحوظ على الشبكة، الانتراكشن الانجيجمنت وشغلة كتير حلوة، والعنصر الشباب هو صار في وعي اكتر.
اللي عم نقدمه نحن اليوم لمثل ما قولوا المنتسبين تبعونا هو اكيد الواحد يعمل الاونلاين بروفايل او البروفيشنال سي في تبعه الديجيتال ايدنتيتي، بالاضافه كمان لحتى يقدر تو اكسس البلاتفورم. ريسنتلي اكوايرد ليرنينج بلاتفورم اسمها lynda.com، صارت لينكدين ليرنينج اكثر من 15,000 كورس موجودين. لانه اليوم رح نحكي بموضوع الكافيات وموضوع الفيوتشر اوف ذا جوبز، موضوع السكيلز اند ليرنينج كثير مهم وهذا الشيء ما بينتهي. فاليوم يمكن الطلاب او المتخرجين اللي عم نحكي معهم اليوم او اللي هم عم بيحضرونا، المسار ما بينتهي ونحكي فيه اكثر اليوم. عفوا، انا بدي اشكرك بالبدايه انه شاركتنا بتجربتك الشخصيه، وقد ايه هاي التجربه ممكن تفيد عدد كبير من الشباب، انه فرصتك لانك انت تكون مواكب لكل التطورات اللي عم بتصير، انك انت تواكب ايضا التكنولوجيا. وانا بدي اتطرق هون لموضوع كوفيد 19 واثر جائحه كورونا على التحول الرقمي في وخصوصا في الوظائف. اكيد او لا شك انه ازمه كورونا اختصرت سنوات من التحول الرقمي بالوظائف، وصارت الوظائف عم تتغير، في وظائف ما بطلت موجوده، في وظائف خلقت او تم يعني توظيفها بشكل جديد. من وجهه نظرك استاذ رجاء، وبحكم موقعك وايضا اطلاعك على مختلف الوظائف ومختلف الفرص المتوفره في العالم العربي، كيف بتوصف هذا التغير اللي صار في سوق العمل؟ وبرايك شو اهم الفرص والوظائف اللي حاليا عليها طلب كبير في السوق؟ نعم، بموضوع جائحة الكورونا مثل ما تفضلت وقلت عملت اكسلريتد ديجيتال ترانسفورميشن، والتحول الرقمي صار مسرع. بيل غيتس تشيرمان اوف مايكروسوفت وكمان لينكدين، يعني نحن بارت اوف ذا مايكروسوفت فاميلي، بيقول انه التحول الرقمي كان بده 3 سنين ليصير، صار بثلاث اشهر. وبالتالي هالشركات كلها والمؤسسات والحكومات يعني اضطرت تغير او تقدر تو ادوبت. يعني ناخذ على سبيل المثل شغله صغيره، الاولاد اللي صاروا بالبيت يعني عم بيعملوا الديستنس ليرنينج، نحن اليوم على الزوم وشغلنا كله صار ريموت. فهذا اكيد اثر وخلى العالم كله تقدر تو ادوبت نيو تكنيكس كانت قبل يمكن ما كثير مرغوب فيها او كان في ريزيستنس. والتأثير كمان صار على قطاع العمل، سوق العمل أكيد كل القطاعات تقريبا تأثرت، بس في قطاعات تأثرت أكثر من غيرها بحكم أنه اليوم كانت متكلة على موضوع التوريزم، على موضوع الريتيل، على موضوع الفيس تو فيس. خلال جائحة الكورونا هول القطاعات تأثرت، ولكن القطاعات الأخرى مثل قطاعات الاي تي والصحة هي كانت والفاينانس كانت أكثر ماشي حالة لأنه تواكب التطورات والمتطلبات هذه المرحلة. بالنسبة للوظائف اللي شفنا كمان بموضوع على لينكدين في different dimensions، هذه كانت الأكيد خفت ولكن كانت بارزة. أكيد الريموت ورك صار مطلوب أكثر، ما كنا نشوف نحن ريموت جوبز، صار في ريموت جوبز والشركات عم تطلب هالريموت جوبز. شفنا كمان بما أنه اليوم القطاعات الاقتصادية عم تتغير، أنا اليوم ما عم بقدر أنزل على سوبر ماركت أو على المول لحتى أشتري غرض معين، عم بضطر أعمل أوردر أونلاين، وبالتالي الأونلاين شو اسمه شوبينج والإي كوميرس صار مطلوب أكثر، وصار يعني الأكسلريتد بيس أوف إنفستمنت بهذا المجال عم بيتطلب أنه يكون في اكسبرت بهذا الموضوع والعالم تقدر تقدم على وظائف بهذا المجال. بالاضافه لهالشيء انه في كثير اشياء ما كان فيها ديجيتال كومبوننت، صار مطلوب ديجيتال كومبوننت باي وظيفه معينه. يعني اليوم اذا احنا عم نحكي حدا بيشتغل بالليجل بروفيشن بس ما قادر يتعامل مع الوورد بروسيسنج، الاونلاين داتا بيسز، الداتا اناليسيز وهالاونلاين براكتسز كلها، صار في نقص هون. فمطلوب كان دائما انه باي وظيفه يكون فيها ديجيتال كومبوننت. هذا اللي عم نشوفه كان بموضوع جائحه كورونا. هلا اذا احنا بنطلع واللي كمان شفناه بارز اكثر انه صارت العالم مور لايكلي تو تشينج اندستريز اند جوبز، اللي كانوا قاعدين باندستريز تاثرت بالكورونا مرتبط ترافل اند ريتيل، مش رح يقدر يقعد الشخص واقف على اجرين ما عم يعمل شيء، صار مضطر يغير. فشفنا نحن قطاعات الاشخاص صار في مثل ما بيقولوا اكسبوننشلي مور برون تو تشينج اندستريز. إذا نطلع للمستقبل أكثر، وحسب الورد إيكونوميك فورم أناليسيز اللي معمولة من خلال دراسة من لينكدين، نطلع أنه الإمرجينج
شو اسمه jobs or professions العلاقة بالdata and AI، العلاقة بالcloud computing، people and culture كتير مهمة، لأنه اليوم مش بيكفي واحد يكون شاطر بس كمان يقدر يتعامل مع غيره بالشغل، وموضوع الكالتشر وبيئة العمل كتير كتير مهمة. الكير ايكونومي والجرين ايكونومي كمان ار بيريزين، هو الأشياء ما كنا نشوفه من زمان ولا عم نشوفهم، وهذا شيء كتير مهم، لأنه نحن بنقول للطلاب وللأشخاص اللي عم يحضرونا اليوم أنه ما ضروري واحد اللي عم يتخرج الديجري اللي تخرج فيه هو نفسه اللي حيشتغل فيه، في أشياء واحدة تبع تطورات يدرسوا كيف عم تصير ويشوف وين لازم بالضبط يقدر شيء ملائم للخبرات يشتغل فيها. شكرا أستاذ رجائي على المعلومات القيمة، بس كمان إذا بدنا تزوم إن أكثر على المهارات، كونه الشريحة الأكبر من الناس اللي عم تحضرنا اليوم هي من الشباب، بعضهم بالمدرسة وراح يتخرجوا ويدخل على الجامعة فهم بمرحلة اختيار التخصص، البعض الآخر في مرحلة الجامعة وبدهم يدخلوا سوق العمل ويبحثوا عن الوظيفة الأولى. برأيك شو أهم المهارات اللي لازم يتمتعوا فيها الشباب حتى يكونوا مؤهلين إنهم يدخلوا سوق العمل بنجاح؟ عم نعرف زي ما حضرتك ذكرت هلا ممكن التخصص هو ما يكون هو نفس الوظيفة في نفس المجال أو في نفس الدومين، بس في وظائف أو في مهارات معينة بتكون موجودة في الشباب هي الأكثر طلبا في سوق العمل. بحكم خبرتك وبحكم أيضا تنقل من قطاع لقطاع آخر، وظائف مختلفة، شو أكثر نصيحة بتنصحها للطلاب باختيار المهارات المطلوبة؟ لازم واحد يعرف انه الشهاده لوحدها ما بتكفي، المطلوب كان في مهارات بتفضلت وقلت، والمهارات في نحن بنحكي بنفصلها او بنميزها بين سوفت اند هارد سكيلز، اوكي؟ وبلينكدين تقريبا عملنا 5 كلاسترز، المهارات هي البزنس سكيلز وبنعني فيها اللي هي العلاقه بالاختصاص اللي واحد درسه، مثلا اللي هو مثلا بادجيتنج، بروجكت مانجمنت، ماركتنج، بزنس ديفلوبمنت. بعدين بنفوت على سبيشلايزد اندستري سكيلز، واحد عنده مهارات مختصة بالمجال اللي بيشتغل فيه. As an example مثلا cloud computing، اليوم يمكن درس IT بالجامعة ولكن بدأ industry specific skills، لأنه نحن اليوم نحن مثلا شركة مايكروسوفت أو أي غير شركة من بموضوع IT أو غيره، يمكن ما بده بس يوظف شخص درس بالجامعة IT ولكن بده واحد عنده خبرة بالcloud computing، لأنه هذا هو المطلوب اليوم. إذا عم نحكي اليوم بالأنكولوجي، يمكن واحد درس أنكولوجي بس مطلوب اختصاص بالرادياشن بموضوع الأنكولوجي، بموضوع مثلا واحد درس ماركتينج مطلوب أكثر كونتنت ماركتينج، سوشيال ميديا مثلا سبيسيفيك سكيلز. سو هولي اندستري سبيسيفيك سكيلز، لازم واحد يطلع شو المطلوب بالاندستري ويشوف كيف في يكملون، لانه هولي اشي يمكن تندرس بالجامعه في يكملها واحد بتريننج او باونلاين ليرنينج او سبيشلايزد كورس. شغله كثير مهمه كمان اللي نحن عم نحكي، انا قلت على موضوع التكنولوجي انه اي وظيفه صار فيها تكنولوجي كومبوننت، واليوم الدراسات بتقول انه تقريبا حيكون مطلوب 150 مليون وظيفه الى تكنولوجي كومبوننت باي 2025، وهو التكنولوجي كومبوننت ببلشوا بموضوع البيسك ليتري سكيلز اللي هي وورد، مايكروسوفت برودكتيف سويتس، للويب ديزاين، للميديا كوميونيكيشن، لحتى موضوع الكلينيكال سوفت وير، انجينيرنج ديزاين سوفت وير، فهو اللي صاروا تكنيكال، لانه اليوم الانجينير اذا ما بيعرف يستعمل الانجينيرنج سوفت ويرز مثلا عم نحكي الاوتوكاد او اني اذر ثينجز ما رح يقدر ينجح بعمله. فاينلي بعد في عنا اثنين رح اشتغل على مواد التك ديسربتيف سكيل، بالاضافه لكل هالشيء في اليوم سكيلز العلاقه ب هاو وي ار ديسربتينج ذا تكنولوجي. اليوم مطلوب كثير داتا ساينس، مزبوط، مطلوب كتير مثلا روبوتكس، سايبر سيكوريتي، هول كمان صاروا ديبر نيش سيجمنتس وفيهم طلب كتير هائل على الوظائف. فنحن اليوم مثلا بالديتا ساينس از ان اكزامبل، وقت كنا عم نفتش على داتا ساينس بلينكدين، مش مطلوب واحد يكون عنده شهاده جامعيه، ولكن سالني هل بتعرف كان يو مانيبيوليت داتا، هل بتعرف تشتغل على السيكوال، Can you organize all this data in a storytelling that can be seen by decision maker؟ فهول اليوم واحد different skills بجمعهم وبيعملهم لحتى يقدر يستفيد من خبراته التقنية، ولكن يقدر يقدمها بطريقة تفيد سوق العمل.
فاينلي مثل ما بقول من بعد ما حكينا على كل هالتكنيكال او بزنس سكيلز لازم يكونوا مغلفين بشيء اسمه سوفت سكيلز جنرال سكيلز، لانه مثلا عندنا ليدرشيب الكوميونيكيشن نيغوشيشن بروبلم سولفينج هول كثير مهمين. واحد كثير ذكي وشاطر بس ما قادر يتعامل مع غيره، ما قادر يوصل المسج، ما قادر يقدر كمان اندر ستريس يكون ريزيليينت اند بروبلم سولفينج اور ادابتابيليتي كثير مهمه، فما بينجح الواحد. فهول الواحد لازم يكون كثير ركز عليهم. درس مور اكزامبل، جائحه الكورونا مثل ما غيرت الامور كلياتها، صار لنا تشينجز كثير نحن بكل مؤسسه تبعنا، اذا واحد منه عارف يقدر يتاقلم مع هالتشينجز ويعرف يحكي كيف يواكبهم من دون ما يكون في عليه نيجاتيف امباكت ما رح يقدر يستمر. فهول الاشياء كثير بتساعده بهذا الموضوع. أنا أستاذ رجائي كمان عم توصلنا كثير من الأسئلة عم بيسألوا حضرتك على أشياء معينة، بس في بعض الأسئلة لفتت انتباهي من إحدى الشباب اللي عم بيحضرونا هلا، وهو السؤال ماذا بعد بناء ال يعني your LinkedIn profile؟ بعد ما أنا أبني LinkedIn profile how to navigate the opportunities الموجودة، كيف أنا بحكم موقعي ممكن كطالب مدرسة أو طالب جامعة بقدر أكون مطلع على مختلف الفرص والوظائف المتاحة على شبكة لينكدإن؟ إحنا طبعاً بكرة عنا أيضاً مشكورين لينكدإن رح تعطونا جلسة لجميع الطلاب المشاركين أو الشباب المشاركين how to build a smart أو effective business أو لينكدإن profile، بس حابين يعرفوا من حضرتك ماذا بعد بناء البرسونال profile. Very good. So assuming نحن عنا البروفايل مثل هول الرصين والمرتب واللي خلص فيه كل الفيتشرز المضبوطة. Ultimately اليوم we are one part of 700 million other professionals مضبوط و part of 30 million professionals in the region والطلاب. So السؤال اليوم شو هو الهدف؟ إذا هو كان هدف الوظيفة اليوم لازم واحد يحضر لحتى يقدر ياخذ الوظيفه، لانه واحد اذا قدم على وظيفه في كالف واحد بقدم ثاني على الوظيفه، مزبوط ولا لا؟ سو ultimately اليوم كيف واحد لازم يقدر يشتغل؟ انا اي بليف انه اهم شغله از تو نتورك ان ذا رايت واي، انه واحد تو بيلد ريليفنت كونكشنز، ومش بس واحد يدوس على كليك وما يكون، لازم واحد يتفاعل. اللي عم نشوفه انه الناس اللي عم تتفاعل ار شيرينج اون ذا بلاتفورم okay and are posting things that are personal project عملوا quote عم بيحكوا عنا او thought بتخلق نوع من تفاعل معين وبيبرز هذا الشخص بالنسبه له هو صار بس عم بقدم على وظيفه مزبوط. هذه شغله كثير مهمه لانه the more you show the more you are marketing yourself ultimately it's all about marketing and then you'll have better chances to بعدين مثلا one of the examples انه اليوم اذا شخص قدم لوظيفه لرجائي يمكن ما بعرفه عندنا position معنا position it will be very difficult or اذا واحد يمكن reached out لي and wanted to have a session يتعرف علي يخبرني ياخذ نصايح this is building bridges يمكن الوظيفه تكون منا موجوده اليوم بس بتكون موجوده بالمستقبل يمكن يتعلم مني كم نصيحه تقدر تفيده in his next day so those are my best two advice للطلاب وللاشخاص اللي موجودين لانه بالنهايه هي ماركتينج اند نتورك. انا اذا بدي اكد هلا فاينل ثوت على موضوع الوظيفه كمان، واحد اذا بده يدور على الوظيفه لازم يكون مناسب له يطلع بالضبط على الريكويرمنتس فولو اب وذ نايس سبيشلز للريكروتر يعرف بالضبط اليوم داز هي فيل ذا بوزيشن ولا لا مش بس هيك بتقولوا بنسمي نحن سبراي اند براي يقدم على 20 وظيفه ما يكونوا كلهم ملائمين هوبينج انه ون اوف ذيم ويل انسر ذيم ذس دازنت ورك كمان عاده. شكرا استاذ رجائي وكمان يعني تاكيدا على كلام حضرتك انه ذا هول بارتنرشيب ما بين انجاز العرب ولينكد ان ستارتد فروم لينكد ان اتسلف يعني كنا عم بنشوف مين الاشخاص اللي موجودين على لينكد ان بنقدر نتعاون ونتفاعل معاهم وهي البارتنرشيب اللي بلشت بمسج حاليا موجوده بشراكه حقيقيه على ارض الواقع. اذا بناخذ كمان سؤال كيف عم بتشوف تجاوب القطاعات اللي تضررت اكثر بجائحه كورونا؟ هل ما زال تفاعلهم وعرضهم للوظائف على شبكه لينكد ان ما زال بنفس الفوليوم ممكن ما قبل جائحه كورونا او كيف عم تتعاطى الشركات والقطاعات الاكثر تضررا على شبكه لينكد ان؟ يعني في اسئله عم توصلنا على مثلا على وظائف في قطاع الطيران او في قطاع الضيافه اللي الاشخاص الانترستد بهاي القطاعات. مزبوط. هلا اليوم ما في شك انه صار في تحسن عن الفتره الماضيه
ولكن بعض هالقطاعات متأثرة أكثر من غيرها بحكم إنه اليوم يعني الموضوع الطيران ما فتح كليا. بس I think كمان في adaptability والشركات عم تاخذ احتياطاتها and they are willing to start hiring as soon as they are able. ما اكزامبل صغير، نحن اليوم كنا مسكرين، هلا عم بحكي تجربه شخصيه، كانت المطارات مسكره، هلا المالديف از فيري بوبولار ديستنيشن، كلهم هون بالامارات بقول لك روح المالديف قريبه ما بدها فيزا، فبنشوف خطوط صارت فاتحه لهونيك، وبالتالي في توظيف، في رحلات عم تنعمل، الاوتيلات هونيك عم تستفيد، شركات الطيران عم تستفيد والسياحه. بس ما في شك انه اليوم طالما هيدا الواقع از ميرورينج ذا جلوبال ايكونومي، اليوم الترافل از ستيل ليميتد، وبالتالي الشركه منها ات فول كاباسيتي. فاي ثينك انه اليوم يمكن يكون في صعوبه الاشخاص بدها تتوظف بهذه القطاعات لحتى تقدر تلاقي ذا سيم اوبورتونيتيز اللي موجوده كانت من قبل. انا بعرف انه حضرتك ايضا عندك ارتباطات اخرى، بس الاسئله عم بتكون ايضا كثيره ومهمه، وحابين نستفيد من خبره حضرتك. بس بدي نصحك استاذ رجائي للاشخاص على أهمية إنه لما أنا بأسس أو ببني ملف خاص لي على لينكدإن، أهمية البيانات تكون صحيحة وبتعكس فعلاً المهارات المتوفرة عندي. شو رسالتك أو نصيحتك للشباب اللي بخصوص بهذا الخصوص بالتحديد؟ اليوم لينكدإن نحن أكيد المهارات لازم تكون تمثل الشخص، لأنه ألتيميتلي عم بحط هيدي المعلومات على بابليك بروفايل. اليوم يمكن لو واحد عمل سي في وحط اشياء منا كتير قريبه من الواقع فيه بعتها بينه وبين الامبلوير ما بتبين. اما اليوم اذا اليوم انا وتامر نعرف بعض، خريجين نفس الجامعه او بنشتغل مع بعض بنفس الشركه، وفجاه تامر حط صار معه بي اتش دي بالنيوكلير فيزيكس، بقول له انه ام سوري بس مش ظابطه كثير، فبيبين. او صار فجاه السي او تبع الشركه، بس انا من السي او حاطط انا، فصار بنشوف نحن بنلاحظها ما بتمشي كثير. الواحد لازم يكون يكتب الاشياء المضبوطه، واللينكدين بتعطيه كثير فيلز يعبر عن الامور، ان كان سكيلز، ان كان الدراسات، ان كان الكورسز اللي اخذها، ان كان شو اسمه الشهادات او الاوردز. ورسالة للطلاب اليوم، اذا ما لازم يقارنوا البروفايل تبعهم مع بروفايل شخص عنده 30 سنه من الخبره، لانه there is no way they can feel the same. ولكن في خانات خاصه بالطلاب، مثلا يوم كثير مهم واحد يحط بروجكت اشتغل عليه بالجامعه، كومبيتيشن كانت على البزنس سكول على موضوع اي دونت نو بزنس ديفلوبمنت او دراسه معينه اخذوا جائزه فيها، هيدي بتدل انه اشتغلوا كتيم ورك، اخذوا جائزه، they were competing. فهون بتصير a good conversation start. الواحد عم يعمل انترفيو، خبرني مثلا عن هذا الموضوع، ما بس يحط واحد انا درست 3 سنين خبره بالجامعه وهيدي، لانه ما عاد في شيء ثاني عبيه. اوكي، حتى كمان فولنتيرينج، اذا واحد كان بخلال الجامعه او when he's young عمل فولنتيرينج، that shows also leadership, that shows giving back to the community, empathy and so forth، كثير مهمين هول. اخر سؤال استاذ رجائي من الاسئله اللي وصلتنا، قد ايه مهم البروفايل يكون مدعوم بريكومنديشن ليترز او ريكومنديشن مسجز من اشخاص اشتغل معاهم هذا الشخص او اشخاص عرفوه بالمجال المهني؟ Recommendation is important وبتزيد كمان بقوة البروفايل، إن كان recommendation من الأستاذ الجامعي، recommendation من شخص عمل عنده internship أو اشتغلنا معه، بس أهم شيء تكون recommendation فعلا صحيحة وauthentic، مش بس لأنه بنعرفه من اللي عملنا recommendation، والrecommendation يكون تعبر عن جد الشخص كيف كان مميز، لأنه بالنهاية لما عم نعمل interview بينسأل اليوم خبرني مثلا why did this person recommend you أو بتتاخذ بعين الاعتبار. ف yes use it, anything in the profile you can use your advantage. Okay, great. أنا بدي أترك الكلمة الأخيرة لحضرتك، وحابين يعني المسج الأخيرة منك أستاذ رجائي تكون هي نصيحة ممكن لكل الشباب اللي عم يحضرون حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي أو على لينكدين. ممكن البعض مو شايف الدنيا إيجابية أو وردية إذا صح التعبير بهاي الفترة، البعض الآخر متفائل بالمرحلة القادمة. شو نصيحتك أستاذ رجائي لكل الشباب اللي عم يحضرون؟
دائما not to lose hope. يمكن الأمور تكون مبينة نيجاتيف وكلنا مرينا فيها، بنتخرج من الجامعة بنطلع شو رح نعمل وكيف رح نروح وين رح نتوظف، بس بالنهاية كل واحد بيلاقي طريقه، بس أهم شيء to be persevering, not to give up, هذا أهم شيء, and then things will fall into place. بس بنفس الوقت كمان واحد بده يكون عنده فعلا the drive to do so, you have to be hungry and never stop learning, لأنه اليوم إذا في شيء مطلوب منكم تعملوه وتتعلموه لازم تفوتوا بتجارب معينة تدرسوا خبرات, even if it's an internship, even if it's a small job, هذا كله بيزيد بال your experience, so never leave any stone unturned and always keep learning. هيدا أهم شيء. Until today أنا I'm learning, we never stop learning. ما خلص المشوار مع الجامعة, هيدا بعد أول مشوار, وبتملكم النجاح والتوفيق للكل. أنا بالنهاية يعني بنهاية هذا اللقاء صراحة رائع, بدي أشكرك أستاذ رجائي, بدي أشكر لينكدإن على الدعم. أنا بأكد لكل شخص عم بتابعنا حاليا إنه هاي كانت البداية مع لينكدإن, بس أكيد ما رح تكون النهاية, رح ترقبونا بكثير من النشاطات والشركات اللي رح تجمعنا لدعم مسيرة الشباب وجاهزيتهم الوظيفية. الأستاذ رجائي الخادم رئيس القطاع الحكومي في شبكة لينكدإن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, شكرا كثير لوقتك ويعطيك ألف عافية, وشكرا لوجودك معنا. شكرا تامر, شكرا جميعا. Have a great day.